فلنتحدث عن السيارات. هذه سيارة إطفاء. سيارة الإطفاء هي سيارة مخصصة لمساعدة رجال الإطفاء لإطفاء الحرائق. سيارة الإطفاء توفر المعدات اللازمة لإطفاء الحريق. سيارة قمامة. سيارة القمامة تجمع النفايات وتأخذها إلى مكب القمامة. هذا خلاط إسمنت. خلاط الإسمنت هو جهاز يخلط الإسمنت والحصى والرمال مع الماء ليشكل الخرسانة ويوصلها إلى موقع البناء. مثلث أحمر. هذه طائرة. الطائرة تطير في الهواء بمساعدة محركها وأجنحتها. هذه حفارة. الحفارة تستخدم للحفر في الأرض أو تحريك الأجسام الكبيرة. الجرار آلية عمل قوية تستخدم في الحراسة. هنا يكدس الجرار أكوام القش. هذه مروحية. المروحية نوع من الطائرات ليس كالطائرات العادية. يمكن للمروحية الطيران باستقامة إلى الأعلى والأسفل وإلى الجانبين وإلى الخلف. هذه سيارة إسعاف. سيارة الإسعاف تستخدم لنقل الناس المرضى أو المصابين.
سيارة الإسعاف مختلف المعدات لعلاج المرضى. هذه سيارة شرطة. بعض سيارات الشرطة تستخدم في تنظيم حركة المرور. توقف، تمهل، وانطلق. الأحمر يعني توقف، الأخضر يعني سر، عمل رائع. لنشغل الأضواء وصفارات الإنذار. سيارة الشرطة تستخدم في نقل رجال الشرطة بسرعة إلى موقع الحادث. هذه سيارة المثلجات. تستخدم سيارة المثلجات لبيع الآيس كريم على طرف الطريق، وخصوصاً للأطفال. هيا نحضر الطعام للحيوانات. Yeah.
هذا خروف. هذا حصان. هذا خنزير. هذه بقرة. البقرة تعطينا الحليب. هذه دجاجة. الدجاجة تعطينا البيض. يشتري الناس الطعام من المزرعة لتطبخها وتخبزها. فلنتعلم المهن. المهنة الأولى طيار. واو! الطيارون يقودون الطائرة لنقل البضائع والركاب. المهنة التالية لدينا رجل الإطفاء. نتصل بهم في حالة نشوب حريق. رجال الإطفاء يستخدمون سيارات الإطفاء لإخماد الحرائق. المهنة التالية لدينا عمال البناء. عمال البناء يبنون أبنية عالية ومنازل للناس.
إنهم أيضاً يستخدمون آليات كالشاحنات والحفارات والرافعات لتساعدهم في عملهم. المهنة التالية لدينا الطباخ. الطباخ يعمل في مطابخ المطاعم. المهنة التالية الطبيب. الطبيب يعمل في المشفى أو باستخدام سيارة الإسعاف. الطبيب ينقذنا في حال كنا في خطر أو أصبنا. المهنة التالية عامل النظافة. عامل النظافة هو الشخص الذي يرمي بالقمامة. عامل النظافة يحافظ على نظافة المدينة ويساعد البيئة. المهنة التالية المزارع. المزارع يعتني بالحيوانات ويطعمها.
المهنة التالية ضابط شرطة. ضابط الشرطة يساعد في الحفاظ على القانون والنظام. إنهم يعتقلون المشاغبين ويعملون في قسم الشرطة. المهنة التالية رائد الفضاء. رائد الفضاء يسافر على متن المركبة الفضائية. مع انعدام الجاذبية في الفضاء، رائد الفضاء يطوف في الهواء. المهنة الأخيرة المعلم. المعلم يكتب الأشياء التي نتعلمها على اللوح. المعلم هو الشخص الذي يعلمنا كل شيء. مثلاً المهن. أراكم في المرة القادمة.